الشيخ عيسى بن محمد الخليفة ولدت في المحرق عام 1938 وفيها نشأت وترعرعت، لكن يبدو أنه بعد ذلك ذهبت إلى مصر. فقبل أن ندخل في الفترة المصرية، هل لك أن تعطينا فكرة عما تذكره في طفولتك في المحرق؟ في قبل بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدي دكتور، أرحب بكم في بلدكم البحرين، ويعني حوار هذا يعني شيء طيب ومحطة يعني مشاهدة ومتابعة من كثير من الجمهور، وأنا أرحب أن أخرج على الشاشة في هذه التلفزيون في حوار. سيدي يعني إحنا البحرين تفخر أنها بدأت التعليم في أوائل القرن الماضي، حيث افتتحت كما هو معروف مدرسة الهداية الخليفية في العشرينات 1920، كانت يعني التربية والتعليم أو ما كان يسمى بالمعارف عندئذ، مجلس للمعارف يرأسه الشيخ عبد الله بن خالد بن عيسى الخليفة وهو جدي، ومعه كثير من المثقفين والعلماء في أهل البحرين يرعون هذا النشأ الذي بدأ في المحرق. قبل هذا كنا نؤخذ إلى الكتاتيب، يعني ما دون السن الرابعة والخامسة نذهب إلى الكتاتيب لغاية أما نقبل في التمهيدي، ما كان يسمى بالتمهيدي ثم الثال الابتدائي. مدرسة المحرق كان فيها ثلاث مراحل تمهيدية ثم أربع مراحل ابتدائية، ويتخرج منها الطالب من هذا التعليم ويتجه إلى الثانوي، وكانت الثانوية في المنامة. فقبل أن أدخل إلى مدرسة الهداية كان الكتاب نأخذ إلى قراءة القرآن وتعلم الخط وبعض الحساب عند بعض المطاوعة اللي كانوا منتشرين معروفين في المحرق، هما الذين يعلمون الطلبة الصبية يعني هذا العلم. وأما المدرسة فلا، هناك بقى صفوف وهناك أدراج وهناك معلم وهناك مدير المدرسة، يعني أسلوب آخر من الحياة. معلوم أيضا أن البحرين بدأت بمدرسين سوريين ثم تلاهم البعثة المصرية بعد ذلك، ثم بعض الإخوان من فلسطين تابعوا يعني بعد ذلك، ثم كبر هذا الأولاد وتخرجوا وأصبحوا مدراء لبعض المدارس. يعني هذه هي الحركة اللي كانت في ذلك الوقت. يعني مدرسة الهداية كانت أول مدرسة نظامية تفتتح في البحرين، أول مدرسة نظامية حكومية. بينما هناك كان مدرستان أهليتان في المنامة، هنا مدرسة التاجر، وفي المحرق أيضا مدرسة أخرى يرعاها بعض الأهالي. يعني أنا سمعت ممن حدثني أثناء زيارتي للبحرين بأن المحرق كان فيها كرسي الحكم في الماضي. نعم. أنت في الفترة التي ولدت فيها ونشأت، هل كان انتقل ذلك إلى المنامة أم كان ما زال في المحرق؟ كنا يعني قريبي عهد بالحكم اللي يعني كان مركزه المحرق، لأنه انتهى تقريبا بوفاة الشيخ عيسى بن علي اللي هي كانت في تقريبا في الأربعينات من القرن. فانتقل الحكم إلى
في الثلاثينات، آسف في الثلاثينات من الحكم. انتقل الحكم بعد ذلك إلى الشيخ حمد بن عيسى اللي هو ولي العهد وأكبر أبناء الشيخ عيسى. الشيخ حمد كان يقيم في المحرق لكن ليس بصفة دائمة، لكن أيضا كان تقريبا تقدر تقول أن مقر الحكم كان أيضا في المحرق. يمكن إذا ما بعد وفاة الشيخ سلمى حمد في الأربعينات وانتقال الحكم إلى سلمان بن حمد الله يرحمه، سلمان بن حمد سكن الرفاع، فكأن الحكم انتقل منذ ذلك إلى الرفاع هكذا. أي نعم. هذه الفترة، فترة الطفولة الأولى، هل تأثرت في حينها بشيء معين، أم أنه أنت كنت فترة الطفولة هذه هي الطفولة العادية اللي ما فيش فيها أي توجه؟ كيف كان يعني الوضع الفكري، الوضع السياسي في ذلك الوقت؟ البحرين يا سيدي يعني لما سبق التعليم وكانت الناس يعني عندها شيء من الاطلاع ويصلها بعض النشرات والكتب و يعني ما يصدره العرب من نشرات، كما كان الأفغاني ومحمد عبده يصدرون العروة الوثقى. العروة الوثقى. وكانت تصلكم في البحرين؟ كانت تصل في البحرين، بل أن الحركة المصرية السياسية في مصر وسعد زغلول كانت ممثلة في البحرين، وكنا أيضا بين وفديين وسعديين وهكذا. يعني أنتم البحرينيون منقسمون كما هم في مصر. كما هم في مصر فنتبعهم ونشوف. وكانت الظاهر أغلب الجرائد والأشياء تأتي عن طريق البحر إلى الهند، ومن الهند تأتي إلى البحرين. هو تصل متأخرة جدا. ولكن كانت يعني يتهافت عليها الناس حتى يعني يشتروها، ولأنه كانت المواصلات يعني في ذلك الوقت يعني ما في لا طائرات ولا شيء ولا مواصلات مباشرة، لكن هناك ثقافة وهناك علم وهناك متابعة لقضايا العرب وقضية فلسطين وما يحدث فيها من ثورة 36 وكذا. يعني كانت الجو العام ينبئ أن هناك ثقافة عند الناس، فلذلك يعني تنعكس هذه أيضا حتى على الأطفال الصغار الذي يسمع من أخيه أو من أبيه أو من كذا. أنا بالذات لما يعني لأن الوالد توفي وأنا عمري سنتين هكذا، لكن كان من إخوتي الكبار من هو يتكلم في هذا الكلام، ووجدت أيضا أخي الأكبر لما كان طالبا في المدرسة الهداية يكون شبه نادي ويسميه نادي الطلبة اللي هو أساسا نادي الإصلاح الذي أصبح جمعية الإصلاح. سبحان الله. التي هي قائمة إلى يومنا هذا، واللي أنا أتشرف بأن أكون رئيسا لمجلس إدارتها. فإذا كانت هناك أجواء عامة، كنا أطفال، كنا نلعب في البحر، كنا نلعب يعني ما يلعبه الأطفال تيلة وما كذا اللي كانوا يلعبونه الأطفال.